أبنائي الطلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج المدرسة النموذجية. حلقتنا اليوم في مادة الأحياء للصف الثالث ثانوي بعنوان أعضاء الحسي. يوجد في أعضاء الحس مستقبلات حسية. هذه المستقبلات الحسية تعمل على تحويل المؤثرات الخارجية إلى سيال عصبي. ويوجد في أجسامنا مستقبلات متنوعة، منها مستقبلات ضوئية موجودة في العين، وأيضا مستقبلات كيميائية موجودة في الأنف واللسان، وكذلك يوجد عندنا مستقبلات آلية وتوجد في الجلد والأذن. أعضاء الحس ويوجد فيها المستقبلات الحسية: ضوئية في العين، كيميائية في الأنف واللسان، الآلية في الأذن والجلد. أعضاء الحس، يوجد في داخل أعضاء الحس مستقبلات حسية، وهناك مستقبلات حسية متنوعة. هذه المستقبلات الحسية تعمل على تحويل المؤثرات الخارجية إلى سيالات عصبية. مثال على هذه المستقبلات الحسية هي المستقبلات الضوئية الموجودة في العين، والمستقبلات الكيميائية الموجودة في الأنف واللسان، والمستقبلات الآلية الموجودة في الأذن والجلد. المستقبلات الضوئية توجد في العين، سوف نتعرف الآن تركيب العين، وسوف نتعرف أيضا أماكن تواجد هذه المستقبلات الضوئية في العين. فالمستقبلات الضوئية في العين تعمل على تحويل الطاقة الضوئية إلى سيال عصبي، وينتقل عبر العصب البصري إلى الدماغ، حيث يقوم الدماغ بتجميع هذه السيالات العصبية والإدراك والمعرفة الأشياء التي موجودة حولنا. العين تتكون من مقلة العين والعضلات المحركة للعين. مقلة العين تتكون من ثلاث طبقات نسيجية. الطبقة الأولى الصلبة، هذه هي الصلبة. الصلبة طبقة بيضاء من نسيج ضام غير شفاف، ما عدا الجزء الأمامي. الجزء الأمامي شفاف ويسمى بالقرنية، رطب بسبب الدموع وشفاف يسمح بمرور الضوء. الطبقة الثانية هي عبارة عن المشيمية. سوف نشاهد المشيمية ومكونات المشيمية. المشيمية عبارة عن طبقة سوداء بسبب صبغة الميلانين وغنية بالأوعية الدموية. أمام القرنية يسمى بالقزحية، فيها ثقب تسمى بحدقة العين. يوجد في القزحية خلايا ملونة، أيضا يوجد فيها خيوط عضلية. هذه الخيوط العضلية تتحكم بحجم حدقة العين. خلف القزحية عندنا العدسة، والعدسة عبارة عن عدسة شفافة ومحدبة، ممكن ملاحظتها في الشكل التالي. هذه هي عبارة عن العدسة. هذه هي العدسة. العدسة زي ما قلنا هي عبارة عن محدبة وشفافة وتسمح بمرور الضوء، مثبتة بعضلات مهدبة تتحكم بحجم تحدب العدسة. يزداد تحدبها لرؤية الأجسام القريبة ويقل تحدبها للأجسام البعيدة. توجد عندنا غرفتين، غرفة أمامية بين القزحية والقرنية، وتوجد غرفة خلفية بين القزحية والعدسة.
يملأان سائل مائي، الغرفة الأمامية والغرفة الخلفية يملأان بسائل مائي، يقوم بتغذية القزحية والعدسة. خلف العدسة يوجد لدينا سائل، وهذا السائل الزجاجي الهلامي ضغطه يعطي الشكل الكروي للعين. الطبقة الثالثة هي عبارة عن الشبكية. الشبكية تتكون من ثلاث طبقات. الطبقة الخارجية عبارة عن خلايا عصوية وخلايا مخروطية، والطبقة الوسطى عبارة عن خلايا ثنائية القطب، والطبقة الداخلية عبارة عن خلايا عقدية تتجمع محاورها وتخرج من البقعة العمياء مكونة العصب البصري. فالمكان الذي يخرج منها العصب البصري يسمى بالبقعة العمياء. كما عرفنا الشبكية تتكون من ثلاث طبقات. الطبقة الخارجية تتكون من خلايا عصوية وخلايا مخروطية، والطبقة الوسطى تتكون من خلايا ثنائية القطب، والطبقة الداخلية تتكون من خلايا عقدية تتجمع محاورها وتكون للعصب البصري. سوف نتكلم عن الخلايا العصوية والخلايا المخروطية. الخلايا العصوية تتركز على حواف الشبكية. على حواف الشبكية تتجمع الخلايا العصوية. تستطيع تمييز الضوء الخافت، مسؤولة عن الرؤية الليلية. لا تستطيع تمييز الألوان، عددها 100 مليون خلية عصبية في كل عين. أما الخلية المخروطية تتركز في مركز الشبكية وتسمى بالبقعة الصفراء، حساسة للضوء الساطع، مسؤولة عن الرؤية النهارية، وتستطيع تمييز الألوان بكل سهولة. تستطيع تمييز الألوان بكل سهولة، وعدد خلاياها في كل عين 5 ملايين خلية عصبية في كل عين. نأتي الآن نتعرف على آلية الرؤية. يوجد في الخلايا العصوية صبغة يسمى بالرودوبيسين. عندما يتعرض الخلايا العصوية للضوء الخافت يتفكك الرودوبيسين اللي هو عبارة عن الريتينال والأوبيسين، ينفصلوا ويبتعدوا عن بعضهم البعض. ينتج من هذا التفكك فرق في الجهد ويؤدي إلى تكوين سيال عصبي. كما عرفنا أن الرودوبيسين يتكون من أوبيسين والريتينال. الريتينال يوجد في فيتامين A، أي معناته يوجد في الجزر، فعندما تزداد فيتامين A يزداد الريتينال ويزداد الرؤية في الضوء الخافت. فإذا هناك خلل في الخلايا العصوية أو نقص في فيتامين A أو نقص في الريتينال يؤدي إلى مرض يسمى بالعشاء الليلي. أما الخلايا المخروطية فيها صبغة اليودوبيسين، تعمل نفس عمل العصوية، إن عندما يتعرض للضوء الساطع تتحلل وتتفكك، وعندما تتفكك وتتحلل تعطي لي مركبات عدة، وينتج منها سيالات، وهذه السيالات يقوم بتجميعها الدماغ ويتعرف أيضا على الألوان المختلفة. فأي خلل في الخلايا المخروطية يؤدي إلى مرض يسمى بعمى الألوان، وهو مرض وراثي. كما عرفنا في السابق إن شبكية العين يوجد فيها نوعين من الخلايا في الطبقة الخارجية، وهي خلايا مخروطية وخلايا عصبية، وهي حساسة للضوء. الخلايا العصوية حساسة للضوء الخافت، والخلايا المخروطية حساسة للضوء الساطع. ممكن نعمل مقارنة يوضح وظائف وأماكن تواجد هذه الأنواع من الخلايا، سواء كان الخلايا العصوية أو الخلايا المخروطية، في الجدول التالي. الخلايا العصوية 1
تتركز على حواف الخارجية للشبكية. 2 حساسة للضوء الخافت. 3 مسؤولة عن الرؤية الليلية. 4 لا تستطيع تمييز الألوان. 5 عددها حوالي 100 مليون خلية في كل عين. الخلايا المخروطية: 1 تتركز في المنطقة المركزية من الشبكية. 2 تعمل في الضوء الساطع. 3 مسؤول على الرؤية النهارية. 4 تستطيع تمييز الألوان. 5 عددها حوالي 5 ملايين خلية في كل عين. الخلايا العصوية توجد في شبكية العين ويوجد فيها الصبغة الرودوبيسين وهي حساسة للضوء الخافت. عندما يتعرض الخلايا العصوية للضوء الخافت يتفكك الرودوبيسين ويتحول إلى صورة أقل تماسكاً وينتج من هذا التحليل فرق في الجهد وما ينتج منها سيال عصبي ثم ينتقل إلى الدماغ على هيئة سيال عصبي ويقوم الدماغ بتجميع هذه السيال ويتعرف على الأشياء الموجودة. المستقبلات الكيميائية: المستقبلات الكيميائية موجودة في اللسان وموجودة أيضا في الأنف. تقوم بتحويل الروائح، تقوم تحويل المذاقات إلى سيال عصبي ثم تنتقل إلى الدماغ والدماغ يتعرف على هذه المذاقات ويتعرف على الروائح المختلفة. تبدأ بالمستقبلات الشم. مستقبلات الشم موجودة في خلايا تسمى بخلايا الشم. خلايا الشم محاطة بنوعين من الخلايا: خلايا داعمة وخلايا مفرزة للمخاط. تتجمع المحاور خلايا الشم ويكون العصب الشمي الذي ينقل السيال العصبي إلى الدماغ. سوف نتعرف عن آلية الشم. تصل الروائح إلى الأنف والروائح عبارة عن مواد كيميائية تذوب في المخاط. بعد ذلك ترتبط هذه المادة الكيميائية المذابة بالمخاط بالأهداف الموجودة في الأنف وترتبط ويوجد في داخل هذه الأهداف المستقبلات. تتأثر المستقبلات الموجودة في الأهداف ويتولد سيال عصبي وينتقل السيال العصبي عبر العصب الشمي إلى الدماغ والدماغ يتعرف على الروائح المختلفة. آلية الشم: 1 تصل الروائح بموادها الكيميائية على شكل غاز أو دقائق صغيرة في الهواء إلى بطانة الأنف أثناء التنفس. 2 تذوب هذه المواد في السائل المخاطي المبطن للتجويف الأنفي. 3 تتأثر الخلايا الشمية بالروائح وترتبط المادة الكيميائية بالمستقبلات الشمية. 4 تولد السيالات العصبية الحسية وينقلها العصب الشمي إلى مركز الشم في الدماغ المسؤول على إدراك وتمييز الروائح المختلفة. مستقبلات التذوق توجد في خلايا تسمى خلايا التذوق. خلايا التذوق توجد على شكل مجموعات تسمى براعم تذوقية. شكل الخلية التذوق خلايا مغزلية الشكل
طرفها الخارجي تحتوي على شعرة، وطرفها الداخلي محاور، تتجمع هذه المحاور ويكون لي عصب يسمى عصب التذوق. آلية التذوق: عندما يصل الطعام إلى الفم يدوب اللعاب، ترتبط المادة المذابة بالشعيرات، تتأثر المستقبلات الموجودة في هذه الشعيرات ويتولد سيال عصبي، وينتقل هذا السيال العصبي عبر عصب التذوق إلى الدماغ، والدماغ يتعرف على المذاقات المختلفة. هناك مناطق للتذوق في اللسان: الحلو، المر، الحامض والمالح. في مؤخرة اللسان المر، في مقدمة اللسان الحلو، وعلى جانبي اللسان الحامض والمالح. في الوسط لا يوجد لدينا براعم تذوقية، لا يوجد فيها مستقبلات، في التالي لا يتكون سيال عصبي. آلية التذوق: 1. يدوب الطعام الواصل إلى الفم في اللعاب، ويرتبط جزيئاته مع المستقبلات الكيميائية الموجودة على الشعيرات الخلية التذوقية. 2. تتأثر الشعيرات التذوقية بالمادة المذابة في اللعاب، وينتج عنها سيالات عصبية حسية تنتقل عبر الخلايا العصبية الحسية إلى مركز التذوق في الدماغ، المسؤول عن تمييز مذاقات ونكهات الأطعمة المختلفة. المستقبلات الآلية توجد في الأذن وتوجد في الجلد. نتكلم عن المستقبلات الآلية الموجودة في الجلد. الجلد يتكون من طبقتين: طبقة الخارجية تسمى البشرة، والطبقة الداخلية تسمى بالأدمة. الأدمة يوجد فيها أشياء كثيرة، يوجد فيها بصيلات الشعر، جذور الشعر، يوجد فيها غدة عرقية تصب إلى الخارج عن طريق قناة، لهذا تسمى بالغدة القنوية. كذلك يوجد فيها غدة عرقية، يوجد فيها أوعية دموية، كذلك يوجد فيها نهايات عصبية وحويصلات عصبية. في هذه الحويصلات العصبية والنهايات العصبية يوجد فيها المستقبلات. مستقبلات اللمس: مستقبلات اللمس عبارة عن حويصلات ميسنر أو ميركل. أما مستقبلات الحرارة منها البرودة والسخونة، السخونة عبارة عن حويصلات روبيني، والبرودة حويصلات كراوس. أما الضغط عبارة عن نهايات عصبية تسمى بنهايات العصبية، هي باسيني. كذلك عندنا مستقبلات الألم موجودة في الجلد. مستقبلات الألم موجودة في الجلد، موجودة في جميع أجزاء الجسم. الشعور بالألم عند وجود قصور في وظائف الأعضاء، يشعر الجسم أو يشعر الإنسان بالألم ناتج من هذه المستقبلات، مستقبلات الألم. تركيب الأذن في الإنسان: تتألف الأذن من 3 أقسام رئيسية، هي أولاً الأذن الخارجية، وتتكون من ألف صيوان الأذن، ب القنوات السمعية وتوجد فيها غدد تفرز مادة شمعية
لحماية الأذن الوسطى. جيم الطبلة. ثانيا الأذن الوسطى عبارة عن تجويف يقع خلف الطبلة ويتصل بالبلعوم بواسط قناة ستاكيوس المسؤولة عن تعادل الضغط الجوي على جانبي غشاء الطبلة، وتوجد في الأذن الوسطى ثلاث عضيمات سمعية وهي المطرقة والسندان والركاب. ثالثاً الأذن الداخلية عبارة عن تجويف مملوء بسائل شفاف ويتكون من 1 القوقعة التي تحتوي على مستقبلات الصوت، 2 القنوات الهلالية التي تحتوي على مستقبلات التوازن. واحد يقوم صيوان الأذن بتجميع الأمواج الصوتية ومن ثم نقلها عبر القناة السمعية إلى الطبلة فتهتز الطبلة. 2 يؤدي اهتزاز الطبلة إلى تحريك العضيمات الثلاث الموجودة في الأذن الوسطى وهي المطرقة والسندان والركاب. 3 تنتقل الاهتزازات من عظمة الركاب إلى السائل الموجود في القوقعة بالأذن الداخلية عبر الكوة البيضية. 4 تؤثر اهتزازات السائل في القوقعة على مستقبلات الصوت الموجود في الخلايا السمع وتقوم بتحويلها إلى سيالات عصبية. 5 تنتقل السيالات العصبية إلى مركز السمع بالدماغ عبر العصب السمع والتوازن. جهاز التوازن يتكون من 1 القنوات الهلالية وهي عبارة عن 3 قنوات هلالية وتحتوي على مستقبلات التوازن التي تتكون من خلايا شعرية تغطي شعيراتها بمادة جيلاتينية. 2 الوظيفة تحديد حركة الرأس الدائرية وتحديد سرعة هذه الحركة. 3 طريقة عملها عند حركة الرأس يتحرك السائل الذي يملأ القنوات محركا معه مستقبلات التوازن الذي يؤثر على الخلايا الشعرية الموجودة بها محدثة سيالات عصبية تنتقل عبر عصب التوازن الحسي لعصب السمع والتوازني ومنها إلى الدماغ الذي يقوم بتحليل الإشارات العصبية الواردة وتحديد اتجاه حركة الرأس تحديدا صحيحا.
2 الدهليز يحتوي على كيسين صغيرين مملوئين بسائل هما القربة والكيس، ويحتوي كل منهما على مستقبلات التوازن الذي تحتوي على خلايا شعرية تغطي شعيراتها بمادة جيلاتينية بها حبيبات من كربونات الكالسيوم تسمى حصى الأذن. الوظيفة تحديد حركة الرأس الأفقية والعمودية. طريقة عملها عندما ينحني الرأس عموديا أو جانبيا فإن هذه الحركة تسبب حركة عكسية في السائل الليمفي في بداية الأمر، ثم يتحرك السائل باتجاه حركة الرأس مسببا حركة المادة الجيلاتينية المنغمسة فيها حصى الأذن الذي تضغط على الشعيرات فينتج سيالات عصبية تنتقل عبر عصب التوازن الحسي إلى عصب السمع التوازني ومنها إلى الدماغ حيث تحدد وضع الرأس الإنسان بالنسبة للجاذبية. أبنائي الطلاب والطالبات، وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم، أتمنى أنكم استفدتم. إلى حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.